اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شكرا لجمهور النادي الاهلي، شكرا جزيلا الحقيقه، لانه هذا الجمهور هو دائما ما يكون سند وحمى للنادي الاهلي في كل المباريات على الحلوه والمره معاه. النهارده الحقيقه شفناها بالفعل، ولكن فضيحه وكارثه من الحكم البكاري جسام. ماذا يحدث من الحكام الافارقه؟ الحقيقه كلنا عارفين ان في المباراه الاولى محدش اتكلم كتير وما قلناش اي حاجة تخص حكم المباراة، ولكن ما حدث اليوم نفس الكرات، لكن للأسف الشديد احنا ما عندناش حقوق ان احنا نودي او نوري لحضراتكم ماذا حدث في هذه المباراة. نفس الكرات تقريبا كان بيعملها فريق لاعبه فريق سان داونز، ولكن للأسف الشديد كان النادي الاهلي هو اللي بياخد الانذارات ولاعبه فريق سان داونز ما بياخدوش الانذارات. هدف صحيح 100%، هدف صحيح 100%، لم يتم احتسابه مع بداية الشوط الثاني. على الجانب الآخر في المباراة الأولى الهدف الثالث ضرب جزاء وهمية من وحي الخيال لحكم المباراة في المباراة الأولى، ثم هدف من الهدف الرابع كان من هندبول واضحة جدا للجميع، ولكن ما اتكلمناش وقلنا أداء النادي الأهلي سيء، وقلنا أداء النادي الأهلي في كذا وفي كذا وفي كذا. عارفين ليه؟ لأن احنا النادي الأهلي، لأن احنا لا ننظر إلى أي شيء، نفسنا نكسب ولكن نكسب بعرقنا. ولكن ما حدث اليوم من الحكم الجنبي بكاري جسامة هو فضيحة وكارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس الحقيقة. خلينا نتكلم في أمور فنية والأهلي عمل إيه وكذا وكذا وكذا، ولكن كما تعودتم من ملعب الأهلي في المباراة الأولى تكلمنا وقلنا أن النادي الأهلي لا يستحق أنه هو يفوز في المباراة الأولى، ولكن في هذه المباراة شكرا لجمهور النادي الأهلي، شكرا للاعبي النادي الأهلي، شكرا للجهاز الفني للنادي الأهلي. خلاص بطولة وانتهت كالعادة، مؤامرة من وجهة نظر أن هناك مؤامرة واضحة جدا، لأنه اللعبة بتيجي هنا ما بتتحسبش وبتيجي هنا تتحسب، تدي هنا انذار وما بتديش هنا انذار. هدف بيتم إلغاؤه في الثواني الأولى من عمر الشوط الثاني، وهدف صحيح 100%. مش أنا اللي بقول الكلام ده، كل الناس الخبراء بيقولوا هذا الكلام، وبالتالي شكرا لكل الناس اللي ساهمت في إنجاح هذا اليوم الجميل الحقيقة، سواء جمهور النادي الأهلي، كل لعيبة النادي الأهلي الحقيقة. بعد المباراة في لقطة رائعة وفي لقطة جميلة جدا، جمهور النادي الأهلي وقف وسقف لكل اللاعبين وحياهم على المجهود وحياهم على ما فعلوه أثناء هذه المباراة وشكرهم، وكل لعيبة النادي الأهلي راحوا لجمهورهم ووقفوا مع جمهورهم. وإن شاء الله المباريات القادمة في الدوري العام، خلاص انتهت بالبطولة الأفريقية كالعادة زي ما حضراتكم شفتوا. عمري ما هنسى عبد الرحيم العرجون في 2007 عندما خسرنا في المباراة النهائية في امام النجم الساحلي، ما خسرنا 3-1 والكل يعلم ماذا حدث في هذه المباراه. النهارده ايضا تاريخ بيعيد نفسه ولكن في دور الثمانيه. انا مش عارف الحقيقه هي الناس دي بتفكر ازاي والاتحاد الافريقي كيف يتعامل. انا من وجهه نظري ما حدث اليوم كارثه كبيره جدا جدا في ونقطه سوداء في التحكيم الافريقي. ولحد امتى الحقيقه هتكون الحكام الافريقيين بيتقال عليهم الصفوه؟ هل دول الصفوه؟ هل دول النخبه اللي اتلعبت النهارده؟ هل المباراه النهارده كان فيها اللي حضراتكم شفتوه ده؟ احنا ما بنتكلمش وما بنتجناش على حد، زي ما قلت لكم هنا في ملعب الاهلي انتقدنا اداء النادي الاهلي وقلنا كلام كتير جدا يخص اداء النادي الاهلي، ولكن ما حدث اليوم مزعل ناس كتيره جدا جدا جدا. وللاسف الشديد انا لا ابرر شيء، انا لا ابرر شيء، ولكن الحكم ومن قبل المباراه انا حقيقه ما حبيتش اتكلم عن الحكم قبل المباراه، قلت استنى اشوف المباراه، ولكن الكرات بتحصل هنا ما بتتحسبش للنادي الاهلي، هي اللي بتتحسب هنا وبيدي فيها انذارات للنادي الاهلي ما بيديهاش الانذارات لسان داونز. وبالتالي الحمد لله كسبنا النهارده 1-0، ولكن في النهايه انتهت المباراه وانتهت هذه البطوله. خلونا نركز في البطولات القادمه.